طيب نفتح معاك ملف الاهلي وسان داونز. اتفضل. ناس كتير زعلانه، مش زعلانه من النتيجه، انا قلت في اول مباراه اللي ما شافش المباراه وعرف ان النتيجه انتهت او الماتش خلص بنتيجه 1-0 لصالح سان داونز ممكن يقول لك تمام جدا قادرين نعوض ونتيجه كويسه جدا الاهلي يعملها قدام سان داونز في النهايه. يعني خلينا نبقى متفقين، سان داونز واحد من اقوى فرق الافريقيه، لم يكن هو مع الاهلي يعتبر القوه العظمى في الوقت الحالي. فناس كتير ممكن تقول لك والله نتيجه كويسه ونقدر نعوض، لكن يمكن استياء الناس شويه من مستوى او الشكل اللي ظهر بيه النادي الاهلي. في ناس كتير جدا تقول ان ده ممكن يحسب لمارسيل كولر، وانه مارسيل كولر لو كان لعب زي ما الناس كانت عايزه كانت ممكن النتيجه تبقى اكتر من كده بكتير. وفي ناس تانية شايفه انه الاهلي كان يقدر لو ظهر بشكل افضل يحقق نتيجه افضل من خسارته بنتيجه 1-0. رايك كابتن؟ انا سمعت مقدمتك فبرضو على طول الذاكره بترجعني لموسيماني. موسيماني اول ما جه بطولات بطولات وكاس عالم مرتين والبرونزيه والاخره، ويروح البرونزيه ب 14 لعيب كاس عالم وياخد القضيه وياخد البطولات دي كلها، وبعدين علشان اضرب في النادي الاهلي او ما اضرب في موسيماني، ابتدينا نشكك في موسيماني علشان الراجل يزهق ويمشي، وبعدين يبقى انالنا الناس اللي هم الناس يعني الطيبين يعني يحاولوا هم بقدر الامكان ما يبقاش في استقرار مع المدير الفني ونجيب مدير فني جديد وهكذا. أيوه. لحد لما فعلا وصلنا لمرحله ان الراجل خلاص بقى يعني ما كانش عنده قدره انه يكمل. اه لانه بيلعب قعد سنتين ما بياخدش يوم راحه يعني على طول. وبعدين برضو نرجع ونكرر، كولر عمل ايه؟ 5 بطولات في اقل من سنه، في 10 شهور. هنبتدي نعمل ايه بقى لما يخفق في ماتش هو ما خفقش ولا حاجه؟ ايوه بس هاجي لك في الكلام يعني في علامات استفهام لازم لازم ترد لنا. يعني الجمهور عنده اسئله محتاجين كابتن عادل برضه يا اخي. انا حكيت لك قبل الهوا في محطه بنزين لقيت راجل بيمول لي العربيه، وبعدين بيقول لي يا كابتن الماتش كذا، انا كنت هجري لي كذا، ولقيته بيحلل الماتش، راجل كانه احسن من اي محلل. بنقول للجمهور بتاعنا وانت بتبني عماره، هل ينفع تبني عماره من غير اساس؟ ينفع؟ لا طبعا. العماره تقع ولا ما تقعش؟ تقع. طيب هل الراجل ده اساسا عشان تقع؟ طيب انا باخدها واحده واحده كده. هل ينفع ان فرقه كوره ما تعملش فتره اعداد؟ الراجل يوم 28، انا قلت الكلام ده قبل كده وبعيده تاني مره عشان اللي ما سمعش يسمع. الراجل سافر يوم 28. ايوه. يوم 4 14 لعيب مش معاه. يبقى خد كام يوم؟ بس راح النمسا كابتن عادل وعمل معسكر اعداد مرحلتين، مرحله هنا ومرحله في النمسا. صح ولا لا؟ لا هو سافر جمعه يوم للكشف وسافروا 28 ما تمرنوش هنا. سافروا 28 يوم 4 كان 14 لعيب مش موجودين مع سواء اللي راحوا مع فرقهم او منتخب اولمبي او منتخب قومي، وبعدين رجع المنتخب خد اللعيبه مرتين اولمبي وبرضه لدرجه ان فيما احد الماتشات المهمه اعتقد سيمبا قبل 48 ساعة كانت اللعيبة مش معاه. انا هدرب اللعيبة بايه؟ هو جه على ظروف اصعب من كده السنة اللي فاتت والاهلي لعب. لا ما كانتش اصعب من كده، ما كانتش اصعب من كده. وبعدين ما انا بقول العمارة مش هتطلع، هما الناس بيجي لها صليبي ليه وبيجي لها غضاريف وبيجي لها اصابات قوية ليه؟ لان الاربطة الشغل العضلات والجهاز العصبي والجهاز العضلي وكل الاجهزة بتاعت الجسم الانسان ما خدتش الفترة اللي هو المفروض ياخدها، 3 4 أسابيع مهمين جدا علشان الموسم بتاعي الطويل المرهق يبقى اللعيب واقف على حيله. ما ينفعش ابدا ان انا ادي مبررات سلبية، ما ينفعش. اللي انا بقوله ده علم وشغل.